صحيح. ليه؟ الشريعة في الجملة مبنية على اليسر والسماحة، مبنية على البساطة. ممكن حد من الناس يعترض ويقول لك بس هو ربنا ما قالش الكلام ده، قال ان المرأة ممكن تاخد المهر اللي هي عايزاه. ما احنا مش معترضين، ما احنا ما بنقولش انه المهر له قدر واحد وثابت عند الكل، لا. المهر لا حد لأكثره، براحتك يعني تدفع جنيه، تدفع 100 جنيه، تدفع مليون جنيه، انت حر. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في القرآن ان المهر فعلا ملوش حد، ولما ضرب المثل ضرب مثل بحاجة كبيرة جدا، قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا. قنطار ده حاجه كبيره جدا، خلاص قنطار ده معناه ان حاجه عاليه. بس السنه في المقابل بتفهمنا او بتقول لنا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زوج امراه لرجل على ما معه من القران. طب هو في فارق؟ طبعا هنا المهر لو احنا شايفينه هو عظيم جدا لانه كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لكنه من الناحيه الماديه قليل. والتاني القنطار اللي نطق به القران حاجه عاليه جدا. فاحنا المهر حاجه دي تترجم لفلوس ودي ما بتترجمش بالظبط. فاحنا مش دايما نربط الحكايه بالفلوس بس، مش دايما نقول انه فلان فلانه اشترت كام جرام فانا بنتي مش اقل منها فتجيب كام جرام. وبيحصل يعني للاسف بعض المشكلات مرتبطه بالجرامات دي، لانه ممكن في العاده يستدين عشان خاطر مقارنات بقى بالظبط، بعد ما بيتجوز عشان يسد الدين هيعمل ايه؟ هيبيع الذهب تاني. صح. يبقى احنا عملنا ايه؟ بعنا الشبكه وبقينا في مشكله. يا اما تسمع كلامه عشان ما تتطلقش وعشان تبقى زوجه مطيعه ومتعاونه، يا اما هو هيسطو عليها ويبقى احنا بدانا مشاكل في بيت احنا المفترض ان احنا بنأسسه. احنا بدانا، احنا مديونين من قبل ما نبدا حياتنا. ده صحيح، ده صحيح. فالحمله بتشتغل على كل الافكار المغلوطه المتعلقه ببناء الاسره وبتاخدها مرحله مرحله. يعني يمكن بعض الناس، حتى ده كان سؤال بعض الزملاء الاعلاميين اللي حضروا النهارده تدشين المبادره، بيسالوا طب احنا هنشتغل على الراجل والست اللي بيتجوزوا بس من غير الاسره؟ لا، بنشتغل على ده وعلى ده. ويمكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى بالموازاه في عندنا في بعض محافظات الجمهورية في زي لقاءات تشاورية، لأنه بعض مش كل المحافظات شكل واحد يعني. في بعض المحافظات منطق القبيلة أو العائلة لسه موجود. فلما يسمعوا أنه عيلة فلان دول عملوا مبادرة علشان تيسير المهور وعلشان تيسير الجواز، بيقتدوا بهم العيلة التانية وهكذا، وبتبقى الفكرة تاخد رواج اجتماعي. لكن عايز أقول لحضرتك أن المبادرة دي واخدة دفع ذاتي، يعني هي مشغلة نفسها بنفسها. بمجرد ما جت الفكرة هي مشغلة نفسها بنفسها. ليه؟ لان هي مطلوبه مجتمعيا. النهارده في عزوف عن الجواز وفي بيان بتاخر سن الجواز. طيب ده بسبب احد اسبابه لا شك انه التكاليف المرهقه. صح. ويمكن القياده السياسيه ليها اهتمام بالاسره المصريه، واعلنت في اكثر من لقاء واعلنت في اكثر من طرح انه الاسره المصريه لازم نهتم بمشاكلها. فاحنا من واجبنا ومن خلال دورنا احنا بنقول لا يا اخوانا، الشرع الحنيف بيقول تيسير وبيقول سماحه وبيقول بساطه، ما بيقولش ارهاق، ما بيقولش. طب عايزين ندي امثله دكتور محمود، يعني نتكلم عنها من الناحيه الشرعيه. ايه التوصيات الرسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، وايه اللي القران الكريم بيقول لنا عليه؟ نعم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الترجمه الحقيقيه لاوامر القران. القران الكريم زي ما قلت لحضرتك ما عملش حد اقصى للمهر. لو في قنطار ذهب ما عندناش مشكله. ويمكن مشهور جدا قصه سيدنا عمر رضي الله عنه، هو كان بيخطب وواحده ست اعترضت عليه لما قالت له لا ده القران بيقول قنطار. فالقران ما بيديش حد اقصى، لكن القران لا يلغي العقل. صح. ما قالش انه ما فيش عقل، ما قالش انه ما فيش منطق. فالمنطقيه والمعقوليه مطلوبه، زي ما الشرع قال انه مباح للمراه انها تاخد المهر الكويس اللي شافها. وحتى الفقه في كل المذاهب الفقهيه بتتكلم عن حاجه اسمها مهر المثل. مهر المثل يعني مهر اللي زيها، اللي في درجتها، اللي في مستواها الاجتماعي. ده كله ده مشروع واحنا ما عندناش اعتراض عليه. بس انا لما الاقي في وضع اجتماعي معين محتاج تأطير، يبقى انا أطره من خلال سماحة الشريعة ويسر الشريعة. لما نبص لأكرم البنات، وما فيش حد يعني بناتنا مش أكرم من بنات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومش أكرم من الصحابيات. طيب هم دول كانوا برضو بيروحوا يجيبوا شبكة وأوضة نوم وأوضة أطفال وغسالة مش عارف كم نوع وفرح لازم في حتة معينة وسيشن مش عارف إيه. هذا البذخ اللي مش عارف، انا مش عارف لمصلحه مين يعني. ما اعرفش يعني، انا مش عارف افسره لمصلحه مين او ايه حتى المردود بتاعه. صحيح هو مش حرام، عشان برضه ما حدش يقول ان المشايخ بيقولوا انه حرام، هو يدور في دائره المباح. لكن هذا المباح يمكن تقييده بالعقل. العقل بيقول لنا ما هو ما ينفعش نبص لبعض الغارمات الستات اللي هم يعني اتحبسوا محبوسين بسبب طقم الكوبايات وطقم الصيني والحاجات اللي بتحط في النيش. يعني ده برضه مش منطق، ده مش عقل يعني، مفيش عقل يقول طقم الكوبايات. اول ما العروسه تتجوز هيتكسر.